واحد بيقول كيف ان اليشع طلب اثنين من روح ايليا، ما يقصدش اثنين من روح، يعني يقصد قوة مضاعفة من ايليا، يعني مش روح اثنين، لا طبعا هو ايليا نفسه ما عندوش روحين. وزي ما نقول على يوحنا المعمدان انه جاء بروح ايليا وقوته، بروح ايليا يعني باسلوب ايليا، بقوة ايليا، بعظمة ايليا، برجولة ايليا، بشهامة ايليا الى اخره. ولما اليشع طلب اثنين يقصد قوة مضاعفة مثل قوة